أغمدوا سيوفكم اللامعة، لأن الندى ينزل عليها الصدى. أي لعنة أرث، وأي جنس ملعون أنتمي إليه؟ أنا الصلب، أنا العضلات التي في الصلب، أنا ما فيه من قوة، وجميع الأغبياء الذين يعتقدون أنهم شيء هم في الواقع لا شيء. لن أستطيع أن أتمكن من تنظيفها. ستبقى بقع الدم عليها. هذه اليد الصغيرة الجميلة، هذا التاجر يسبني ويلعنني ويلقبني بالكلب وبالكافر. إنه يسبني ويسب الشعب اليهودي كله. لقد أردت أن أقتل نفسي منذ أمد طويل، إلا أن الأمل العذب كان ينتصر على اليأس العميق. بدون امرأة تصبح الحياة كريهة. ما دام المرء محتفظ بالحقيقة داخله فإنها لا تظهر أبدا، ولكنها حين تظهر تكون كبيرة وتكبر وتكبر إلى أن تبتلع العالم. قلت لنفسي، ماذا أفعل في كون قد أنكرني؟ لم يصلح في وسعي أن أجد مكانا فيه إلا أن أنكر روحي. ألن أستطيع أبدا تنظيفها؟ ستبقى بقع الدم عليها يا كبدي. واعلم يا ياجو أنني لولا شغفي بديدمونة لما رضيت اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفناش، بعد العمر ده كله معاه فتنا وقال راجع على جاش. وهو من يومها لما بقابله عيني في عينه ما بيشيلهاش. اغمدوا سيوفكم اللامعة، يلا اغمدوا منك لهم. I want to spend my life time da da do. إلا أن أنكر روحي. قل لي أيها الحكيم، ما هي تهمتي؟ تهمتي أنني ولدت. يلا يا ابني خلصت تنظيف جوه، يلا عشان تنادى في المسرح.